مساء الخير أو صباح الخير يا برج العذراء. طب خلينا نبدأ في الطاقة بتاعتك يا برج العذراء قبل ما افتح الورق. طبعا انت طاقتك حلوة قوي. ده انت لقيت السولميت ولا ايه؟ ده شهر الوقوع في الحب، The Empress و Justice و الأس أوف وند. انت ممكن تكون في علاقة، ممكن تكون هذه العلاقة كانت قديمة ورجعت مرة تانية أو رجع مرة تانية، وممكن تكون أنت شخصيا عندك تجدد في حياتك وعايز تجدد في حياتك العاطفية. كنت مرتبط زمان مثلا وانفصلت، كنت زوج أو زوجة وانفصلتوا عن أزواجكم بالطلاق مثلا أو أي شيء آخر، وبعد كده قررتوا أن أنتوا تخشوا علاقة جديدة مثلا أو ترجعوا لنفس هذا الشخص. طب خلينا نشوف، طيب مشاعره شايفك ازاي؟ اوه ده شايفك صعب اوي. ممكن يكون بقى نشوف بقى شايفك ازاي تاني. انا اتاكد من المعلومه دي. لو زعلان منك زعلان ليه؟ لو الظاهر مش زعلان ولا حاجه. شايف العلاقه ازاي؟ نوايا ايه من داخله؟ يعمل ايه وهيظهر لك ايه؟ الشخص ده بيعمل ايه في حياته؟ طبعا عندنا كارتين للعزاب اللي هما مش مرتبطين خالص. مبدئيا هذا الشخص يا برج العذراء مشاعره ليك مشاعر متجددة، يعني هذا الشخص بيبحث عن ازاي يساعدك، ازاي يقدر انه يوصل لك، ما دايما مشاعره متجددة ليك. اعتقد ده زوج او زوجة، يعني زوجتك او هو زوجك. انا بقول لك هو بيبحث بكل الطرق الممكنة ازاي يقدر يساعدك. الشخص ده بيشتغل على مشاعره قوي 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 ناحيتك، وعايزك تفضل مبسوط. يعني هو عارف لما يكون حد تكون طاقة مشاعره عايز يبسطك، هو ده شخص عايز يبسطك، عايز ياخدك الى مكان اخر، ياخدك لمكان اخر كده تعيشوا انتوا الاتنين بس مع بعض، مثلا انتوا والاطفال مثلا. ممكن يكون جميع مشاعره متجه الى اسعادك فقط في هذه الاوقات يعني. فهو بيحبك قوي، وكمان باقي عليك، باقي عليك قوي. يعني مهما تعمل مثلا واحد اتنين تلاتة تزعله كتير مثلا او حاجة، لا هو باقي عليك وبيحبك. طيب هو شايفك ازاي؟ هو شايفك يا برج العذراء انك بتحب نفسك قوي. اعذرني بقى في الكلمتين دول. شايفك بتحب نفسك قوي وبتحب دايما تنتصر لذاتك حتى لو كان الشخص اللي قدامك ما يستحقش منك ده. يعني مثلا هو بيشتغل في العلاقة معاك وعايزك انت وهو توصلوا لبر الامان، وبرغم ذلك انت بتعمل حركات بتحسسه بانك بتكرهه مثلا. هو شاعر كده اتجاهك بالظبط. بص يا برج العذراء، الشخص ده بيحبك قوي، ولكن بيحس ان ساعات بيشوف منك وجه غير الوجه اللي هو متعود يشوفه. يعني مثلا انت بوجهين، مره طيب معاه جدا، حنين قوي، مثلا ما بتخونوش، مثلا ما بتكلمش عليه حد ابدا، انت كراجل مثلا ما بتعرفش بنات مثلا يعني، او انت كست ما بتحاوليش تثيري غيرته عليكي. ولكن مرة تانية بتبقى شخص تغير تماما، بتبقى حد هو ما يتوقعش ان يطلع منك الكلام ده، تقلب عليه القلب بقى وتقول له ايه مثلا، ده انت فيك وفيك وفيك وفيك، وتروح قافل السكة في وشه وتفجر العلاقة، تمشي وتهد بقى اللي هو عمال يبني. هو عمال، بص عمال يبني، بس الشخص عمال يبني، عمال يشتغل وعايز يبني لك برج كبير ياخدك فوق كده وتعيشوا انتوا الاتنين فوق، وانت بكلمة واحدة او بحركة واحدة بتهد كل اللي هو عمله. انتوا ممكن تكونوا المشادات الكلامية ما بينكم صعبة شوية. برج العذراء احيانا، برج العذراء لو انت حد بتفرج على برج العذراء، هو احيانا بيطلع كلام ما بيبقاش، يعني هو بداخله مش بيبقى حاسس الكلام ده لكنه بيبقى عايز يقوله بس. حتى لما تيجي بعد كده تقول له انت قلت لي ان انت بتكرهني، يقول لك انا والله ما بكرهك، لكن هو قالها خلاص، انا عايزه اقول ان انا بكرهك. بالذات كمان بنات برج العذراء،
عشان كده بيقولوا عليهم ناس ما بتعرفش تحب. برج العذراء بيقولوا عليهم انهم ما بيعرفوش يحبوا. لكن في الحقيقة انا برج العذراء برج حساس جدا على فكرة، وكمان مشاعره بيحب يحافظ عليها قوي وما يديهاش الا للشخص اللي يستحق فقط. حتى تلاقيهم ما بيدخلوش في علاقات عاطفية كتير، لانه ما بيدخلش في اي علاقة عاطفية، مش اي حد يعجب برج العذراء. فبرج العذراء بيطلع الطلعة خلاص خلصت، تشوف منه الوش اللي انت ما شفتوش قبل كده، تقلب القلب خلاص. فهو شايفك ان انت بتقلب عليه قلب وحشة قوي، ممكن يكون عندك حق، ولكن هو شايفك ان انت ما عندكش حق، بتقلب قلب عليه وما عندكش حق في هذه القلب. بص ماسك الخمس سيوف وهو بيمشي معيط، وانت خلاص بقى هو عيط احسن، يلا احسن انه عيط. هو شايفك كده، شايفك ان كلامك حاد يا برج العذراء، وانك بتحب تتلاعب بالكلام عشان تكسب المعركة في صفك. يعني زي يقولك انا بقلب الترابيزة على قدامي، هو شايفك كده بالظبط، بتقلب الترابيزة عليه. طب هو زعلان منك؟ هو مش زعلان، الغريب بقى ان هو مش زعلان، هو يمكن شايف فيك عيب. يعني هذه العلاقة هي علاقة مستقرة، العلاقة دي ما فيهاش انفصال، يعني انا مش شايفة ان فيها انفصال، لان انت كمان مش منفصل عنه. ولكن هو شايف فيك عيب ان انت ساعات بتقلب عليه قلب وحشة قوي، وبتخليه يقلب الترابيزة عليه كأنه هو اللي غلطان وانت مغلطش. على فكرة ده فن من فنون القتال النفسي، لعلمك يعني برج العذراء اللي انت بتتفرج، انت عندك فن من فنون القتال النفسي. ايه هو القتال النفسي؟ ان انت تقلب الترابيزة على قدامك، تكسب المعركة في صفك بعد ما كنت انت خسران. والكارت ده كده، يعني انت لو ركزت في الكارت ده يا برج العذراء او اللي بيتفرج على برج العذراء، المعركة دي ما دارتش اصلا، هي ما حصلش اصلا معركة، اوكي، او ان الطرفين هما الاتنين ما تعاركوش اصلا، هما جم اتقابلوا في ساحة المعركة بس ما فيش معركة اصلا، وهذا الشخص خد السيوف وعمل نفسه كأنه هو اللي كسب وما حدش كسبان، لا هو كسب ولا الباقي كسب. فخلي بالك بقى برج العذراء من النقطة دي، يمكن انت تكون فيك مميزات كتير لكن انت فيك عيب، كلنا فينا عيوب عادي. هو زعلان منك؟ لا، ده هو شايفك السلمي بتاعه، بيحبك قوي قوي، عايز يعمل المستحيل عشان يرضيك، هو شاعر بانه مش عارف يرضيك. هو شايف العلاقة ازاي؟ شايفها مستقرة جدا وفيها حاجات حلوة، واعتقد دي ممكن تكون زوجة لو انت راجل، فهذه زوجة، او البنت دي باقية عليك قوي وشايفاك زوج، شايفاك هتبقى زوج ليها، هي خلاص استقرت عليك. واعتقد ان انت كمان، يعني انا عايز اشوفك كده، انت كمان بتحبها على فكرة، او انت كمان بتحبيه. يعني القراءة ممكن تكون عكسية يا جماعة، بس عشان ما حدش يجي يقول لي ايه، لا ده هو اللي بيعمل، ده هو اللي عنده النقطة دي. هنشوف مشاعرك انت يا برج العذراء للشخص ده. انا خايفة يطلع ما تكونش بتحبه. انت انت في مشاعر جواك لهذا الشخص، بس المشاعر بتاعتك مشاعر متضاربة مثلا، يعني او مش عارف تستقر على مشاعر معينة تجاه هذا الشخص. هنشوف طب انت شايفه ازاي. البيج اوف سوردز، انت شايفه ان هو بيعمل حركات بتخليك تقلب عليه. على فكرة الشخص ده اصغر منك في السن، ممكن تكون انت شخص عندك مكانة عالية او بتشتغل شغل مثلا اعلى منه، مثلا ممكن تكون ده حد بيدرس وانت خلصت وبتشتغل، وان هو ال 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 الشخص ده كده بجميع المواصفات انت شايف ان هو ماشي وراك متتبعك. انت شايف ان هو متتبعك ماشي وراك، ما بيسيبلكش مسافة تتحرك فيها، على طول ماسك السيف بتاعه وبيراقبك من بعيد، لان كمان البيج اوف سوردس معناها كمان جاسوس، تحد جاسوس بينقل الاخبار. فممكن يكون هذا الشخص متعلق بيك قوي بزياده، وانت كبرج عذراء ما بتحبش كده، ما بتحبش اللزقه، يعني بيحبني كل حاجه ما بتحبش اللزقه، وده بيخليك انك تقلب عليه وتقول له بص بقى انا اتخنقت لو سمحت ما تكلمنيش تاني بقى، او خلاص بقى كفايه كده، مش كل شويه تكلمني انت فين او انت فين. انت شايف البيج اوف سوردس ان هو ماشي وراك متتبعك، بيعمل ايه دلوقتي برج العذراء، فين هو، مش عارفه ايه، نفس الاحوال دي. لكن انت مش، ما اقدرش اقول انك بتحبه يا برج العذراء، انت مش بتحب هذا الشخص، لكن في مشاعر
انت معجب بيه مثلا، معجب باهتمامه كمان، الشخص ده بيهتم بيك قوي قوي، واخد باله منك قوي. ممكن كمان يكون بيفرض نفسه عليك، يعني حد دخل حياتك وعايز يرتبط بيك فبيشجعك، بيقولك بالمصري كده بيحنسك التحنيس، اللي هو ايه مثلا، تعال زي انه يحمس حد، فهو بيحمسك ان انت تدخل معاه في العلاقة. لكن انت كمشاعر ليه، ما اعتقدش ان انت في مشاعر حب. هو على فكرة هو بيحاول يثبت لك بانه بيحبك، بس ما اعتقدش ان في مشاعر حب. طب هو من جواه هو على فكرة الشخص ده ممكن يكون عايز يدي فرصة تانية لهذه العلاقة، من جواه هو عايز يمشي بصراحة، عايز يوقف العلاقة دي، هو عايز يوقف هذه العلاقة بالظبط. انا كنت متأكدة من كده. هو شاعر ان انت يا برج العذراء من الاخر كده مش حاسس بيه، وان هو بيشتغل لوحده في هذه العلاقة، وهو من جواه عايز يقطع هذه العلاقة ويبص بقى لعلاقة تانية. خلاص بقى كفاية كده، انا قضيت وقت كبير قوي مع برج العذراء، هو مش حاسس، او انا بشتغل في هذه العلاقة مش حاسس، او انا كزوجة بعمل حاجات كتير قوي لزوجي وهو دايما يقول لي انت ما بتعمليش، او مش حاسس بيا. من جواه وعايز يقطعها ويوقف بقى كل اللي هو بيعمله ده، ويبص لحد تاني، يروح يدي بقى الكوين بتاعته لحد تاني. الشخص ده عملي جدا جدا، وما بيخش علاقة يا برج العذراء بيخشها بصدق نية. ممكن يكون بتتعامل مع حد برج ترابي او مائي، والاتنين بيشتغلوا جامد قوي في العلاقات. وبرج العذراء برج ترابي برضو، بس برج العذراء مختلف عن الابراج الترابية في انه احيانا يعني نسبة يعني قليلة في الرجالة بيحب يبقى انتخ في العلاقة شوية. كلمة الانتخة يعني ايه؟ انا خلاص حبيت واحدة، خلاص بقى نكتفي بهذا القدر، يبقى احنا في علاقة خلاص، مش لازم بقى اتعب واروح واجي، لا هي العلاقة واحدة خلاص، انا دخلت في علاقة ما عودش اتعب فيها كتير، ما احفرش، ما بيحفرش برج العذراء، ما بيحفرش. البنات ممكن يكون لا شوية لا. فهذا الشخص خلي بالك انه بدأ يفكر انه يقطع هذه العلاقة ويوقف، لان هو تعب منك، ممكن يكون تعب من اسلوبك ان انت بتتجاهل مشاعره واحاسيسه افعاله اتجاهك. هيعمل ايه او هيظهر لك ايه؟ هو هيظهر لك انه زعلان منك. هو مش زعلان منك، بس هو هيظهر لك بانه متضايق، هيحسسك بانه تعيس تعيس، ولو سمحت اهتم بيا. انت ما بتهتمش بيه على فكرة خالص، ممكن تكون مثلا بيتكلموا مرة في الأسبوع، هو بيفضل يرن عليك ويكلمك وانت ما بتكلموش خالص خالص، ما بتهتمش بيه، يعني هو يكلمك مرة انت لا. فهو ناوي ان هو في الفترة دي يظهر لك بانه تعيس، مثلا يكتب مثلا بوستات على الفيسبوك، انا مش مبسوطة، او انا مش مبسوط، انا ليه يا رب عملت كده في حياتي، انا مش عارفة ايه. هو كمان بيحبك قوي قوي، وممكن يكون هيكمل اهتمام بيك. هو مستقر ماديا على فكرة، وعمليا وكل حاجة، مش هيسيبك. والله ما انا سايبك. هو صحيح بيفكر انه يقطع العلاقة، بس هو مش قادر يسيبك، بيحبك، بيحبك قوي، وعايز يبهرك، هو عايز يبهرك، عايز يقولك انا والله اللي انت بتدور عليه، يعني انا الزوج، او انا الزوج اللي انت عايزه. فهو هيكمل اهتمام بيك، هيكمل نفس القعده. بص بص، هذا الشخص من كتر ما هو شخص حنون جدا، هو الاتنين كوين، كوين اوف كابس وكوين اوف بانتكلز، يعني اتنين في الترو بيوحوا الى العلاقه، اللي هو الشخص اللي هو متمسك هو ماسك الكوبايه وماسك ده، هو مش هيسيبك، هو بيحبك ومستعد يثبت لك بجميع الطرق ان هو عايزك ومحتاج لك، وانه مش هيسيبك برضو، يعني مهما تعمل انا مش هسيبك. ممكن يكون الشخص ده عارف ان انت فيك عيب، مثلا زي العيب اللي هو انك بتقلب الترابيزة عليه، و بس هو شاعر بان انت طيب
ومثلا واللي في قلبك على لسانك. في ناس كده بتشعر بده، لكن هو مستعد ان هو يضحي.